Hello and welcome to a new lesson of Learn Arabic with AJ. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من تعلم العربية مع AJ. Today we have a new lesson and this lesson is called Safari Dubai. Safari Dubai, Dubai's Safari. دعونا نبدأ. Let's start. First of all, it's very important to know that the word Safari in Arabic means safar. Safar, and safar means travel. When we say safari, this is the plural of travel, and it means رحلة. رحلة, a trip. أين هي سفاري دبي؟ أين هي سفاري دبي؟ سفاري دبي في الصحراء. سفاري دبي في الصحراء في الإمارات. في الصحراء في الإمارات. In the desert. In the UK. كيف هي سفاري دبي؟ كيف هي سفاري دبي؟ سفاري دبي مميزة, مميزة, special, جميلة, جميلة, beautiful, نظيفة, نظيفة, clean, واسعة, واسعة, spacious, حارة, حارة, hot, رائعة, رائعة, wonderful. ماذا نرى أو نشاهد في سفاري دبي؟ ماذا نرى أو نشاهد في سفاري دبي؟ What do we see in Dubai's safari? Or we can say ماذا يوجد في سفاري دبي؟ What are there in Dubai's safari? في سفاري دبي خيام كثيرة. خيام كثيرة, a lot of tents. And singular of خيام is خيمة. خيمة, one tent. في سفاري دبي نار مشتعلة. نار مشتعلة, a flaming fire. في سفاري دبي, في سفاري دبي رمال ذهبية. رمال ذهبية, golden sand. في سفاري دبي كثبان رملية. في سفاري دبي كثبان رملية, sand dunes. في سفاري دبي نجوم لامعة. نجوم لامعة, bright stars. And singular of نجوم, one star, which is نجم. نجم لامع. نجوم لامعة, نجم لامع. في سفاري دبي سماء ساطعة. سماء ساطعة, a bright sky. في سفاري دبي سيارات رباعية. سيارات رباعية, 4x4 cars. سيارات رباعية وكبيرة. سيارات رباعية وكبيرة. في سفاري دبي عروض راقصة. عروض راقصة, dancing shows. عروض shows, عرض show. عروض راقصة. في سفاري دبي أشجار النخيل. أشجار النخيل, the palm trees. And we can say شجر نخيل. شجر نخيل, palm trees. في سفاري دبي الكثير من الحيوانات. الكثير من الحيوانات, a lot of animals. مثل, مثل, like, حيوانات, animals, حيوان, one animal. مثل, like, ثعلب. ثعلب, a fox. سحالي, سحالي, lizards, and one is سحلية. سحلية. الغزال, الغزال, the gazelle. أرنب, أرنب, rabbit. صقر, صقر, falcon. الضبع المخطط. الضبع
المخطط one kind of hyenas. المها العربي, المها العربي also one species of gazelles. القط الرملي, القط الرملي the sand cat. والذئب العربي, الذئب العربي the Arabic wolf. If you want, you can also search for more and more animals in the UAE on the internet. ماذا تفعل في سفاري؟ ماذا تفعل في سفاري؟ What do you do in safari? في سفاري, في سفاري أضع الخيمة, أضع الخيمة I build up my tent. You can say أضع الخيمة الكبيرة, أضع الخيمة الكبيرة I build up my big tent. أركب سيارة رباعية, أركب سيارة رباعية I go in 4x4 car. أركب الجمل, أركب الجمل الكبير I ride a camel. أمشي على الرمال الساخنة الذهبية, أمشي I walk على الرمال on the sand الساخنة hot الذهبية golden. أمشي على الرمال الساخنة الذهبية. أجلس تحت شجر النخيل, أجلس تحت شجر النخيل I sit under the palm trees. في المساء, في المساء at night أشوي الدجاجة والسمك, أشوي الدجاجة والسمك I grill chicken and fish. أشاهد العرض الراقص, أشاهد العرض الراقص I watch the dancing shows. أشاهد السماء الساطعة, أشاهد السماء الساطعة I watch the nice or bright sky. أشاهد أيضا I watch also النجوم اللامعة, أشاهد النجوم اللامعة I watch the bright stars. I can say also أنظر I look at, أنظر إلى السماء والنجوم الرائعة, أنظر إلى السماء والنجوم الرائعة I look at the wonderful sky and the stars. أشوي المارشميلو, أشوي المارشميلو اللذيذ, أشوي المارشميلو اللذيذ I grill the delicious marshmallow. أشرب القهوة العربية, أشرب القهوة العربية I drink the Arabic coffee. ألبس ملابس الصحراء, ألبس ملابس الصحراء I wear the desert clothes or we can say ألبس ملابس السفاري, ألبس ملابس السفاري I wear safari's clothes. أتناول طعام العشاء في الخيمة, أتناول I eat or have طعام العشاء the dinner في الخيمة in the tent. أتناول طعام العشاء في الخيمة. And don't forget that we have three meals. The first one is الفطور breakfast, الفطور breakfast, الغداء lunch, الغداء, العشاء, العشاء dinner. Some grammar rules I would like to remind you of. When we say أنا, أنا أذهب إلى سفاري, I go to safari. So أنا أذهب. When you use the pronoun we say نحن نذهب, نحن نذهب we go. If I say هي like she
We say تذهب. هي تذهب. She goes. If I say هو, هو, he, we say يذهب. هو يذهب. أنا أذهب. نحن نذهب. هي تذهب. هو يذهب. And if you would like to add also, you say أنت تذهب. You go. For example, if you would like to use the family members in your writing, you can say أنا أضع الخيمة الكبيرة. I put the big tent. أختي, أختي, my sister, تشاهد النجوم. أختي تشاهد النجوم. And we used أختي تشاهد. If I say أنا, I say أشاهد. أخي يلعب على الرمل. أخي يلعب على الرمل. My brother plays on the sand. أبي يشوي الدجاجة والسمك. أبي يشوي الدجاجة والسمك. أنت تستمع إلي. أنت تستمع إلي. You are listening to me. Try to use these grammar rules in your speaking and writing in order to improve more and more in Arabic. Thank you for watching. That was everything for today. شكرا لكم على المشاهدة. شكرا لكم على المشاهدة والاستماع. I hope you liked this lesson and these were my information about Safari Dubai. You can go to the internet and find out more about it. Don't forget to subscribe, like and share if you like this video. Also, follow me at Instagram, Facebook and TikTok and other social media at Learn Arabic with AJ. I would like to remind you that every Wednesday from 9 to 10 p.m. UAE timing, I have one live lesson on TikTok for people who would like to join me and learn more about Arabic, or you can say meet the teacher. شكرا ومع السلامة.